السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنبدأ رحلة أخرى بدأت معي منذ أكثر من 65 عام حينما ولدت في القاهرة في 9/12 عام 1950 في منزل جدتي رحمة الله عليها في حي اليكنية 9 شارع اليكنية القريبة من الدرب الأحمر وسوق السلاح والقاهرة الفاطمية القديمة. الوالد رحمة الله عليه كان اسمه الشيخ عبد الجواد السيد مصطفى حمودة البنا، الحاصل على درجة العالمية من الأزهر الشريف في عام 1935 ودرجة اللي هو التخصص لما يسمى الدكتور الآن عام 1937، كان أول على القطر المصري في هذا العام. الوالدة رحمة الله عليها كان اسمها السيدة نفيسة أحمد محمد الجريسي، أصلا من المنوفية من منطقة اسمها أشمون جريس، وكانت ربة بيت وكانت قارئة ومثقفة ومتعلمة، وهي التي رعتنا مع الوالد رحمة الله عليهم في هذا المكان. عشنا في بعد الولادة في هذا المكان انتقلنا إلى حي الحلمية الجديدة، وسكننا في عمارة اسمها عمارة القاضي أو عمارة المهمور في شارع الشيخ محمد شاكر بالحلمية الجديدة. دخلت أنا مدرسة اسمها مدرسة أحمد ماهر الابتدائية في حي الحلمية، وكانت مدرسة تعتبر على قصر من القصور القديمة التي تحولت إلى مدرسة ابتدائية، وكان جنب هذه المدرسة قصر اسمه قصر الفراء، نذهب إلى داخله لكي نرى المقتنيات النادرة من الفراء موجود في هذا المكان. كانت مشوار من أجمل المشاوير الذي كنت أقطعه يوميا من بيتنا في شارع الشيخ محمد شاكر إلى أن أصل إلى مدرسة الحلمية، مدرسة أحمد مالك دية التي كانت بجوار مدرسة الحلمية الإعدادية. شكرا على مشاهدة هذا المقطع من الفيديو، وأرجو تفعيل جرس الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.